وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. اسمح الرحيم يأتيك تركيب بهذا الشكل، تقول أظن ويظنان الزيدين أخوين، أظن مع زيدان أخوين هذان مفعولها، لا تريد غير هذا. يظنان مفعول الأول، يا أين مفعول الثاني؟ إذا أتيت به قلت يظنان إياهما، لقلت يظنان إياهما إياهما جيدا، تطابق أخوين وهو مفسرها، إياهما مذنى وهذا مذنى، لكن تخالف ما هي خبر عنه وهو الياء. في الأصل أنا أخ، وإذا قلت إياه ممتاز، طابقت الياء، الياء مفرد وهي خبر عنها، طابقت ما هي خبر عنه في المعنى، فالياء مفرد وإياه مفرد لكنها خالفت مفسرها، اخرج عن هذا كله وقل أخا. أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، أنا بدل ما أقول زيدا وعمرا قلت زيدين حتى يكون أسهل. هذا إذا أهملت الثانية، هذا فيه مثل، سوف أهمل الأول فأقول يظناني وأظن الزيدين أخوين، أظن الزيدين أخوين لا تريد شيئا، هذا فاعلها مستتر تقديرنا، والزيدين أخوين مفعولها. بقيت في يظناني، الياء مفعولها الأول، إن قلت يظناني إياه مفرد، طابقت الياء وهي في الأصل خبر عنها وهذا جيد، لكن خالفت مفسرة وهو أخوين. وإذا قلت إياهما طابقت المفسرة وخالفت ما هي خبر عنه في الأول والياء، ائتي بها قل أخوين، ويكون التركيب غريب، يكون أخا، لا تستطيع أن تجعله هنا. أولا هو خبر لا يجوز حذفه، وهو منصوب لا يجوز إضماره قبل الذكر، ائتي به متأخرا فيكون التركيب غريب، يكون التركيب يظناني وأظن الزيدين أخوين أخوان أخا. الله أعلم.